تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام ستكون فقرة البرنامج مكرسة حول انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي أفرزت عن فوز كتلة على حساب الأخرى لتولي قيادة البيت الأولمبي العراقي للسنوات الأربع المقبلة. كل تفاصيل الانتخابات سنتابعها من خلال فقرات البرنامج وكذلك من حوارنا مع ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا المخصص لهذا اليوم والذي يتعلق بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. هذه الانتخابات أفرزت عن فوز سرمد عبد الإله رئيسا جديدا بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على الرئيس السابق الكابتن رعد حمودي الذي تربع على عرش البيت الأولمبي منذ عام 2009 من دون أن نشهد إنجازا رياضيا يذكر، بل العكس، أصبحت الرياضة العراقية في تراجع كبير وانحدار واضح، ليكون حال الرياضيين مؤلم وموجع وهم يندبون حظهم العاثر على من تسبب في انحدار الرياضة العراقية إلى الهاوية. وأرجو المعذرة لتاريخ الكابتن رعد حمودي، هذا الرمز الذي حفر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العراقية، لكن اليوم نقولها وهنالك غصة بالقلب بأن الواقع والمعطيات في إدارته للأولمبية يعني انصبت في مسار واحد، بأن رياضتنا إذا ما انتهت فقد تراجعت للوراء لقرون. بالمقابل وبصراحة مطلقة، نحن إلى هذه اللحظة لم نفرح بقدوم وتسلم سرمد عبد الإله لعرش الأولمبية، يعني لأنه نفس النهج والملامح الإدارية السابقة، سيما وهو كان أحد المتربعين على العرش العاجي للأولمبية العراقية الذي بناه حمودي ومكث فيه 11 عاما. وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها. نحن بالتأكيد لا نرغب أن نسبق الأحداث بنظرة تشاؤمية من باب لعل القادم أفضل في عدم تكرار الأخطاء السابقة من خلال وضع نهج وآلية جديدة تساهم بخروج رياضتنا من غرفة الإنعاش إلى حياة صحية سليمة. لذلك سنبقى نتابع المشهد بنظرتين، سأذكر واحدة منها هي نظرة التفاؤل بالإصلاح والتصحيح. طبعاً هاي مهمة، ومع حال التغيير إلى حالة إيجابية بالتأكيد سنرفع القبعة لهم عرفاناً وتقديراً للجهود التي يعني بذلت، وسندعو الله لهم وللرياضة العراقية بالتوفيق والنجاح. أما النظرة الأخرى لا تسألوني عنها الآن، فلكل حادث حديث. متواصلون مع محور حلقتنا لهذا اليوم والمخصص عن انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي أفرزت فوز سرمد عبد الإله رئيسا جديدا بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على الرئيس السابق الكابتن رعد حمودي. والتساؤل المنطقي هنا، هل الأسرة الجديدة القديمة التي بلغت حاليا المجد الأولمبي، هل هي قادرة على خلق ثورة جديدة في رياضة العراق، أم أنها ستنحى يعني منحى الإدارة السابقة وتعود الأمور لسابق العهد؟ مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر عن واقع حال الانتخابات الخاصة بالأولمبية في التقرير التالي، نتابع ولنا عودة. انقلاب أبيض يطيح برأسي الهرم الأولمبي رعد حمودي وفلاح حسن بعد أن خسر جولة المنازلة التي شهدها فندق شيراتون وسط العاصمة بغداد،
ليقفز الأمين المالي سرمد عبد الإله إلى الواجهة هذه المرة وينصب نفسه رئيسا للبيت الأولمبي لأربع سنوات قادمة بحصوله على 19 صوتا متفوقا على أستاذه بثلاثة أصوات، إذ حصل الأخير على 16 صوتا فقط. مثل شعبي مفاده صانع الأستاذ أستاذ نص. من هذا المنطلق سعى عبد الإله ليزيح أستاذه بعد أن ضربه ضربة معلم لم يتوقعها من قبل في لعبة الانتخابات التي تعتمد بالدرجة الأولى على العلاقات، كونها اليد الطولى في منح الولاءات التي تستمد منها أصوات الناخبين، متربعا على العرش العاجي الذي بناه حمودي ومكث فيه 11 عاما من دون أن يحقق إنجازا يذكر. بل إن الرياضة العراقية انحدرت أيما انحدار بات القاصي والداني يتحدث عنه، ولسان حال رياضيين يجعلهم يندبون حظهم العاثر على من يقودهم إلى الهاوية. أسرة جديدة تمكنت من بلوغ المجد الأولمبي على حساب نجوم الأمس، فلا نعلم هل أن للسباحة والتنس وكرة اليد والملاكمة القدرة على تحقيق ما عجز عنه نجما كرة القدم حمودي وحسن بعد أن برزا بقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وحفرا اسميهما بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العراقية لتتغنى بهما الأجيال الرياضية، لكنهما فشلا فشلا ذريعا في الحفاظ على تلك الصورة الزاهية ليخرج من الباب الضيق لرياضة العراق. عبد الإله وكابينته التي قالت كلمتها في موقعة الشيراتون لتتصدى للمهمة بكل جدارة مطالبون بتحقيق ما عجز عنه حمودي وزبانيته التي كان صمام أمانها عريس ليلة الانتخابات. فهل يستطيع سرمد أن ينأى بنفسه ومن معه لاتخاذ أسلوب مغاير لمعلمه المهزوم؟ بعد أن علق عليه رياضيون آمالهم لإضافة وسام جديد للعراق يضاف لوسام الرباع عبد الواحد عزيز البرونزي الذي تحقق في أولمبياد روما عام 1960، أم أنه سيثبت للجميع أنه نتاج لمرحلة حمودي كونه الشريك الأساسي في المعادلة الأولمبية؟ جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار المخصصة عن اللجنة الأولمبية وما رافق سير عملية الانتخابات والمشاهد والأجواء من داخل قاعة الانتخابات، سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. البداية من معرض الكرة العراقية المصور الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل أكد خلالها أن انتخابات الأولمبية في طريقها إلى الإعادة من جديد بسبب عدم مباركة الحكومة العراقية. وماذا حدث عشية ليلة الانتخابات؟ ففي جلسة خاصة أقسم 22 عضوا في الجمعية العمومية بالقرآن الكريم أن يصوتوا للرئيس السابق رعد حمودي الذي حصل على 16 صوتا فقط، أي أن 6 منهم أقسموا زورا. ومن الأمور الغريبة التي رافقت هذه الأجواء، ولأول مرة تحدث في انتخابات أعلى سلطة رياضية، اخترقت فرقة موسيقية قاعة الانتخابات لتعبر عن فرحها بفوز سرمد عبد الإله وخسارة رعد حمودي. لكن الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد باختراق هذه الفرقة الموسيقية الشعبية لقاعة الانتخابات، بل شوهد رئيس أحد الاتحادات الرياضية وهو يرقص طربا نكاية بمن أقصاه من الانتخابات في سابقة غريبة وعجيبة لم نألفها من قبل. وفي سابقة خطيرة أيضا لم يشد الإعلام العراقي مثيلا لها، عندما شوهد قلة من الإعلاميين وهم يعبرون عن فرحة معلنة للعيان بفوز سرمد عبد الإله وهم يقفزون سعادة، في الوقت الذي يجب أن يتخذ الإعلام موقف الحياد ويقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. الحدث التالي الذي قد يكون هو أغرب حدث تطوي معه سنة 2020 ملفاتها الساخنة، عندما منع رجال الإعلام والصحافة من دخول قاعة الانتخابات في فندق الشيراتون، ولكن وبعد إصرار نقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي سمح أخيرا للإعلام بدخول القاعة. متواصلون بمحورنا هذا عن ما آلت إليه نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. هذا الموضوع وتفاصيل أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم الذي ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد، السيد علي تكليف،
رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، والذي فاز أيضا بعضوية المكتب التنفيذي بعد أن حصل على 31 صوتا. فأهلا وسهلا بك أستاذ علي في صدى الرياضة، ونبارك لك هذا الفوز الكبير. حبيبي استاذ بلال، اهلا وسهلا بكم وسهلا قناتكم الموقرة، وان شاء الله كل التوفيق لهذه القناة. بدءا، كيف تفسر لنا الاحداث برمتها التي جرت في عملية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية؟ مثل ما تعرفون هذا انا اسميه كرنفال جدا جميل، انتخابات اللجنه الاولمبيه، المكتب التنفيذي الجديد، ويعني الحمد لله كلها موجود تواجد والاعداد كامله، وموجود القضاة الموجودين في انتخابات المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه. والحمد لله صارت بدايتنا جدا اعتراضات وفضت على خير هذه الاعتراضات، من ضمنها اعتراض الاستاذ شعلان رئيس اتحاد المصارعه، والبطله رند بطلتنا الدولية بالقوس والسهم، الشيء يعني اعتراضات جدا عادية، والحمد لله والشكر ما صارت من خلالها اضطرابات. طيب أستاذ علي، أنت تعلم أن رعد حمودي كان واثقا من فوزه لولاية جديدة، في الوقت الذي يعني كان المنافس الآخر واثقا أيضا من فوزه بالانتخابات، هل التمست أو لاحظت بأن هنالك خللا في عملية ترتيب الأوراق؟ لأن هنالك من يرى أن ثمة خدعة مارسها البعض من أعضاء الهيئة العامة تكفلت بخسارة حمودي وكابينته من اللعبة الانتخابية، هل لك أن تضعنا بالصورة؟ نعم أستاذ، هي ماكو شيء صار، بالعكس بالتأكيد هي دائما تصير الانتخابات هاي فوز وخسارة، وكلها تعرف احنا والانتخابات انتخابات ديمقراطية، وأنا مثل ما قلت لك انه هاي اللي صار، انا سميته كرنفال جدا جميل بانتخابات، لان عمره ما صارت اي مشكله، بالعكس السيد رعد حمودي من الشخصيات الرياضيه المميزه، واني من داعمين رعد حمودي انسان يعني معروف شخصيته، وانسان خدم البلد مع بالدوليه والحمد لله، وليس خروج انه نهايه المطاف مثل ما تعرف، بل احنا نفرح جدا كونه البديل، هو سرمد عبد الله كونه هم رياضي وبطل، كابتن سرمد هو من احد ابرز الشخصيات التي عملت مع في فتره رعد حمودي وفلاح حسن، يعني الحمد لله يعني بالعكس عمل، ونتمنى من بركم ان لا تكون هذه الانتخابات يعني نقطه تقاطع بين الشخصين، وكونه الهدف الرئيسي هو خدمه الرياضه العراقيه، ومثل ما شفنا احنا الحمد لله من خسر الانتخابات الجولة الأولى قام سرمد عبد الله الذهاب إلى الأستاد الكبير أبو طلال رعد حمودي، وبدأ التحاضن بينهم، والحمد لله وشكر، بالعكس كلنا فرحنا، ورعد حمودي فرح بهذا الانتخاب، الحمد لله ما عندنا أي شيء، الحمد لله وشكر. أستاذ علي ابقى معي لو سمحت، سنتابع لقاءات وانطباعات مختلفة بين من وقع عليهم الاختيار للمهمة المقبلة وبين مؤيد ورافض للعملية الانتخابية برمتها. مشاهدينا نتابع ولنا عودة، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أشكر كل أعضاء الجمعية العمومية اللي منحوني هذه الثقة وفزت في انتخابات المكتب التنفيذي كعضو لمدة 4 سنوات، سعيد جدا بهذه الثقة، وإن شاء الله لدينا مسؤولية كبيرة لكي نكون عند حسن ظنهم ونعمل للرياضة العراقية بعد أن عانت الرياضة العراقية من ويلات كبيرة وكثيرة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمكتب التنفيذي والسيد رئيس اللجنة الأولمبية بقادم الأيام لعمل وجهد كبير يتم بذله لكي نطور الرياضة العراقية. اعتقد انه تنظيميا المؤتمر الانتخابي لم يكن مقنعا، بل فشل بشكل كبير، خصوصا فيما يخص تنظيم دخول الاعلاميين للقاعه، وكان هناك يعني اجحاف بحق الاعلاميين ان يبقى ينتظر خارج القاعه لفتره طويله، وهذا تحسب على اللجنه الاولمبيه وعلى منظمين المؤتمر الانتخابي. اما على المستوى الانتخاب والعملية اللي جرت، أنا أعتقد أنه نفس الوجوه دورت، وهذا يعطينا طابع سلبي للأمانة، لأنه
يعني كنا نأمل يعني نمني النفس أن نرى وجوه جديدة تتولى القيادة على الأقل، حتى يكون هناك بارقة أمل لتجديد في عملية التخطيط للرياضة في المستقبل. نتمنى أن نكون مخطئين بهذا القراءة، لكن واقع الحال يشير إلى أنه الرياضة ذهبت إلى النفق المظلم للأسف. أهلا بك أستاذ علي من جديد. حضرتك سيد العارفين بأن الحديث طويل عما جرى سابقا من آلية عمل بالأولمبية وما يجري حاليا في أروقة الانتخابات. سؤالي التالي لك، أرجو فيه أن يتسع صدرك لاحتوائه. عرفناك رجلا ساندا ومطيعا لحمودي بعد أن عملت معه لسنوات طويلة، لكنك بصراحة بدلت ولاءك بسرعة لتصبح فيما بعد أحد رجال الفريق المقابل برئاسة سرمد عبد الإله. كيف تفسر لنا ذلك؟ سادني الغالي، أنا قبل شوية قلت لك هذا صار الحمد لله انتخابات ما نسميه كرنفال، بالعكس إحنا اليوم كنا نعمل مع رحد عمودي، اليوم نعمل مع سرمد عبد الإله، الحمد لله يكون مصلحة واحدة لتخدم الرياضة في العراق. فمن نقول أنا فريقنا مع رأس عمودي أو فريقنا مع سرمد، إحنا جايين لخدمة الرياضة في العراق. مثل ما تقول أستاذ، أنا حتى باللقاء المخصص الانتخابات سويت 4 لقاءات، يعني إنه قلنا لهم بعد إحنا مو إنه رئيس اللجنة الأولمبية هو اللي يشتغل أو النواب تشتغل أو المفروض كلها تشتغل. سرمد علي يروح للوزير اللي اسمه رأس الوزراء، النائب الأول نقول له يا نجيب يروح لوزير الشباب، هذه تكليف يروح للبنوك اللي تسند الاتحادات. هاي الشغلة إحنا مو إحنا محتاجين البنية التحتية. من وفرنا البنية التحتية؟ باشر عقبة من فيها وزير الشباب ورئيس وزراء أو أي مسؤول يقول أين الوسام الأولمبي؟ من قلنا نوفر من البنية التحتية راح إحنا غصبا علينا إحنا نوفر أبطال دوليين، أبطال عالم، أبطال آسيا، أبطال عرب. أستاذ علي، هل ترى أن الرئيس الجديد قادر على خلق ثورة جديدة في رياضة العراق؟ لأن هنالك من يشكل على السيد سرمد بأنه كان الذراع الأيمن لرئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي وكان أمينا على المال ولم تحقق رياضتنا إنجازا يذكر، فكيف له أن يحقق ما عجز عن تحقيقه هو ومعلمه سابقا؟ استاذ احنا بالنسبه اخو مثل ما تعرف احنا من يعني ننسى نقول الفريق القديم، احنا علينا نقول هلا 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 بالحاضر ان شاء الله. احنا هسه بالعكس راح يتكون فريق جدا يعني جدا قوي، فريق يعني شباب اكثر من شباب، والحمد لله والشكر. احنا قلنا انا قبل شويه قلت لك كليتنا راح نشتغل، ماكو رئيس جوانبي ولا اكو نواب ولا اكو اعضاء، الكل تشتغل لتخدم الرياضه العراقيه، لتطوير الرياضة العراقية، وإن شاء الله نحصل على إنجاز عالمي وآسيوي وعربي إن شاء الله بإذن الله تعالى. أستاذ علي، خليك ويانا، سنتابع لقاءات أخرى يعني من الزملاء والأخوة الرياضيين عن ما دار في الانتخابات الأخيرة الخاصة باللجنة الأولمبية، سنتابع ولنا عودة، خليكم ويانا. أوجه تحية إلى كل من قام على عملية انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. كانت هناك عملية فعلا انتخابات نزيهة وتخللها أن وجود قانونيين وإداريين وابتعاد السياسة عن الانتخابات، وأسفرت الانتخابات على فوز السيد سرمد عبد الإله وهارد لاك للكابتن رعد حمودي. أنا أعتقد أنه الفترة القادمة هي فترة حرجة راح تكون، وأتمنى على المكتب التنفيذي الجديد أن يتحمل المسؤولية الكاملة وأن يكون هناك تخطيط وهناك تنفيذ جيد على الاتحادات أن تساعد وتعين المكتب التنفيذي، لأنه أنا أعتقد بتعاون الجميع ممكن أن ننهض الرياضة العراقية. الانتخابات بمجملها العام هنالك العديد من رؤساء الاتحادات الذين كانوا مع رعد حمودي طيلة السنوات الماضية وهم جزء فاعل ومؤثر من عمل اللجنة الأولمبية، سواء كان إنجاز أو إخفاق.
لكن اليوم يبدو أن الأمر مختلف تماماً، انقلبت الكفة وأصبحوا مع كتلة سرد عبد الله. نحن لا نتحدث عن تفضيل فلان على فلان، إنما نتحدث عن مكتب تنفيذي جديد يقود دفة الرياضة العراقية نحو الإنجاز العالي الغائب تماماً منذ وسام عبد الواحد عزيز. لذلك اليوم دعونا نتخلى عن الجدليات والخلافات والتنابز والتراشق والاتهامات، وأيضا نتخلى عن الثأرية والانتقام. لذلك اليوم يجب أن تكون هنالك رقابة دقيقة وحساب عسير لكل مفاصل العمل الأولمبي. نحن نريد أن نبني رياضة عراقية صحيحة، لا أن نبنيها على حساب المصالح الشخصية أو أن ينتصر فلان على فلان. المهم أن ننتصر نحن جميعا للرياضة. هناك عنصر جديد لكنه مؤثر في العمل الأولمبي، يتجلى يعني بشخص السيد صباح الكناني الذي فاز بمنصب النائب الثالث. ماذا عنه؟ لا سيما وأنكم يعني عملتم سوا في اتحاد الملاكمة، واليوم ستعملون طبعا من جديد في اللجنة الأولمبية. التعب بالنسبه صباح الكناني، عمل معي نائب اول صباح الكناني، انا داعمه من بدايه الانتخابات مال الخبراء، والحمد لله انا كانت امنيتي انه صباح الكناني يصعد مع فريق العمل في اللجنه الاولمبيه، والحمد لله والشكر يعني تحقق هذا حلمنا. والصعود صباح الكناني والحمد لله والشكر، مثل ما تشوف انه صباح الكناني عند الدفاع لخدمه الرياضه العراقيه، ان شاء الله داعم للرياضه العراقيه والداعم لاوطاننا، حتى انه يصير من جبل خاص انه يبين نفسه انه داعم للرياضه في العراق. طيب استاذ علي، هل اعددتم خطه جديده لانتشال الرياضه من غرفه الانعاش التي مكثت فيها لفترة وصلت إلى 11 عاما، وهل بإمكانكم إعادة سيناريو عام 1960 لإضافة ميدالية جديدة للعراق؟ والله أستاذ أنا مثل ما قلت قبل شوية، نحقق أنا حتى بتمرة صار لقاء مع إياد بنيان والأستاذ الوزير عدنان درجال مثل درجال العراق، قلت له إحنا مثل نقول الحصن وسام أولمبي، إحنا مثل عندنا وسام أولمبي إذا منكون ندعم البنية التحتية. احنا ذا عيد قلت لك واخر مرة اقولها، واتمنى كل العالم تسمع هذا وانه العراق يسمع، انه اذا ما عندنا بنية تحتية ما نسوي اي لاعب اولمبي. استاذ علي، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدى الرياضة وعلى كل ما طرحته حول محور الحلقة. هل لك كلمة اخيرة؟ والله أنا أشكرك جزيل الشكر والتقدير على هاي الفرصة في قناتكم الموقرة، وأشكركم مع جزيل الشكر والتقدير رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة وعضو مكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وعضو مكتب التنفيذي للاتحاد العراقي علي تكليف شهيد. شكرا. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد أستاذ علي تكليف عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، فشكرا جزيلا له. مشاهدينا، هذه مجموعة من التساؤلات مستنبطة من تراكمات سابقة لعمل الأولمبية وما جرى حاليا في أروقة الانتخابات الأخيرة التي فاز بها سرمد عبد الإله، سنتابعها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. فنبدأ تساؤلاتنا من أروقة الانتخابات التي فاز بها سرمد عبد الإله، فهل سيقتني الأخير المصباح السحري الذي سيضيف به ميدالية جديدة إلى جانب ميدالية المرحوم عبد الواحد عزيز البرونزية التي خطفها في خمسينيات القرن الماضي؟ بعد تغيير المنظومة الأولمبية، هل بالإمكان أن نستبشر خيرا بعود الروح إلى رياضتنا من جديد؟ لا سيما وإن من سيمسك بمقود الأولمبية هو من كان أمينا على المال في منظومة حمودي، بل وكان الذراع الأيمن له، فهل سينتفض عبد الإله وينفض معه غبار التراكمات التي عطلت عجلة رياضتنا لسنوات عجاف؟ وفي ظل أجواء الانتخابات، هل بالإمكان أن نحزن للخاسر ونتمادى بالفرح للفائز في الوقت الذي كان الفائز والخاسر بنفس المنظومة التي صرفت الملايين لشراء علف للخيول، وبعدما جاءتنا دعوة للمشاركة رفضت من قبل الاتحاد المعني لأننا لا نملك أصلاً الخيول، فمن كان إذن يأكل العلف آنذاك؟
وهل بالإمكان أن ننسى تلك اللحظات عندما رقصنا فرحا بميدالية ذهبية عراقية برفع الأثقال وأخرى برونزية، لتظهر بعدها التحقيقات بأن من أحرزهما تعاطيا المنشطات. لكن المفاجأة لا تنتهي هنا، بل أنها مرت مرور الكرام وكأن الأمر لا يمس ولا يتعلق بسمعة وطن. ولماذا استبعدت لاعبة منتخب العراق بالقوس والسهم رد سعد من انتخابات الأولمبية، خصوصا وأن استبعادها كان قبل يومين فقط من موعد الانتخابات بحجة تعاطيها مادة محظورة دوليا؟ ومن المسؤول عن هذه المكيدة التي دبرت بفعل فاعل؟ في الختام مشاهدينا الكرام، الأولمبية ليست المسؤولة الوحيدة عن هذا التدهور، بل هنالك الرأس الكبير والمدبر لهذه الفوضى العارمة. يا ترى من؟ بلا تفكير طويل، هي الحكومة التي لها الدور الفعال والكبير بكل دينار يذهب للأولمبية من غير تدقيق ومحاسبة. فالطرفان يبدو منسجمان ومتفقان بأن الأولمبية أفضل مكان لغسل الأموال والفساد الإداري. أضف إلى ذلك وللأسف هي الإساءة لسمعة وتاريخ الرياضة العراقية باحتراف. على الموعد نلتقي بإذن الله، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.